قول لي شعورك ايه بقى النهارده والجديد النهارده، النهارده الجديد في الثوره؟ لا جديد ان بعد ما كنت حاسس ان الثوره سرقت منا، لا لقيت الثوار لسه موجودين ولسه كلهم موجودين. النهارده اول يوم احس ان الثوره رجعت تاني، وحاسس بروح النصر مصر رجعت تاني. فكره الخيمه جديده كده، فكره جديده، ولازم كل جديد نعمله جديد. طبعا نفسك ايمن واحد من المصريين. بطاطا ومش راضي ياخدها، بس مش فاضي يعني كلنا بنشتغل، هو مش قادر ياخد حته. ما نعمل ايه يعني اللي احنا لاقيينه في الميدان. شعوري النهارده انا اسعد انسانه بجد، لان دي روح الثوره. انا هنا من ايام الثوره، ودي روح الثوره وشباب الثوره. انا حسيت ان هي بدات من جديد. طبعا طبعا بطاطا كنتاكي، بطاطا كنتاكي وكنتاكي بطاطا. انا كنت جاي على فكره كنتاكي المفروض يعمل وجبات مجانيه بسبب الدعايه اللي خدها بسبب كنتاكي. المفروض جنبنا، المفروض هو ليه الاولى. أيوة جنبنا. وبعدين انا كنت جايه مفيش ثواني ابص على الميدان واصور وامشي، مفيش. فلقيت نفسي اندمجت. انا قلت انا جاي نص ساعه وماشي جاي لكم، انا مش قادر امشي. انا والله كنت جايه ابص وامشي، وعندي مشاويري في وسط البلد. انا جاي نص ساعه، انا مشيتش. انا هنا من الساعه 7 مش قادر امشي لحد دلوقتي. دلوقتي بقى قد ايه بقى؟ امتى دلوقتي عايز امشي؟ ومش هنتقابل بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ايوه يا سيدي. ايجابي ايه؟ كنتاكي مش كنتاكي. كنتاكي كنتاكي معاك. السلام عليكم. ده ايه ده؟ ابره ولا سلك ولا ايه ده بقى؟ ده سلك. فكره جميله. الفكره بتاعت الخيمه دي مين اللي فكر فيها؟ انا لسه واصل حالا. لسه على زمايلي هنا. بس ما شاء الله مشارك برضه يعني هو. طبعا انا بسمع. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ايديك وجعتك السلك ولا ايه؟ ده داخل في صباعي بس. بس فكره جميله. طبعا فكره جديده. لا لا لسه انا مش عارف بصراحه مين اللي فكر فيها، بس انا جيت وشاركت يعني. شعورك النهارده؟ ربنا ان شاء الله يكون الموضوع ده كله بنتيجه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يسترها. اهم حاجه التطهير، ان احنا هنا نازلين عشان تطهير ان شاء الله. فده اهم هدف لينا، تطهير. والهدف طبعا الاساسي الثاني محاكمه قطره الشهداء. فده هو هدف من الهدفين الاساسيين لينا. مش هنسيبك يا طنطاوي، لازم نعدمك. احنا بنتكلم ان احنا بنحاول مع بعض ان احنا نتكلم ضد الاستفزاز وضد التحريض وضد اي امور بلطجه واي حاجات خارجه تسيء للثوار وتقول ان احنا بلطجيه. بس كل اللي احنا نستهدفه نازلين كلنا على اساس احنا بنطلب مطالبنا العاديه: العيش، الحريه، العدل الاجتماعي، ان ناس شهداء ماتوا في سبيل الوطن دول يرجع حقهم. بس ده اللي احنا طالبينه، حاجات بسيطه جدا. ايدك وجعتك بس سلك ولا شويه بس فدا للوطن يعني. ان شاء الله يا رب. خد بقى كنتاكي بتاعنا يا عم. ده كنتاكي بتاعنا. كنتاكي بطاطا. جميل جميل جميل. عايز اقول حاجه بس يعني. احنا دلوقتي الناس كلها بتتكلم عن النظام وبتتكلم عن الثوره وبتتكلم عن ده كله. احنا ناسيين حاجات كتيره في البلد. احنا ناسيين ان في خط بترول طلع من مصر من هنا دخل اسرائيل. لا بس في ورق كلمت. ثواني بس. في ورق بيقول ان الناس اللي عملت خط البترول دون خط الغاز اللي طلع بالعربي كده، خط الغاز دون، سمعت في برنامج انه بيطلع منه 3 مليار جنيه للرئيس، و3 مليار جنيه لابن الرئيس، و3 مليار جنيه للوزير بتاع البترول او لصاحب الشركه اللي باع عقدها قبل ما تتعمل ب10 ايام. تعالوا الناس دي كلها تيجي وتشوف حال مصر ايه. في 100 حاله جم في برنامج صبايا كانوا عايزين يعملوا زرع قوقعه. الحالات ال100 حاله دول اللي كان فاضل لها شهر، اللي كان فاضل لها اسبوع، واللي كان فاضل لها 15 يوم، الحاله ب 67,000 جنيه. الحالة ب 67,000 جنيه. الناس دي ما كانش معاها جنيه تعمل العملية. بيدوروا يعني بتدوروا. طب ندور، احنا بندور دلوقتي عمالة مؤقتة وبطالة والكلام ده كله. في أم عندها ابن بتتمنى تسمع كلمة ماما منه، في أب بيتمنى إن يسمع كلمة بابا منه، وفي أخ وأخت موجودين في البيت، واحد منهم بيتكلم وبيروح المدرسة وبيخرج، والتاني مش قادر يقول حاجة، بيصرخ عشان يقول لهم عايز اكل. شكرا.